السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة ماما نونا ترند. اندلاع نزاع عشائري مستمر منذ ساعات وإلى الآن في منطقة الفضيلية بالعاصمة بغداد، وكان قد ورد أمس معلومات عن نية اندلاع نزاع عشائري في منطقة الفضيلية ببغداد، وتوجهت 40 عجلة من أبطال اللواء الثاني شرطة الاتحادية محملين بالأسلحة والصواريخ، ولم يرد أنباء أو تفاصيل عن وجود خسائر بشرية من عدمه. اللهم احفظ العراق وأهله. أعزائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.